ينبغي على المؤمن يا إخوة هو يلبي أن لا يكون همه التغني، وأن لا يكون همه أن يوافق الناس، وإنما يكون همه أن يستشعر معاني هذه التلبية. لا يشرع للإنسان أن يتغنى بالتلبية تغني الصوفية، واليوم للأسف بعض الناس أنشدوا التلبية كالغناء، ثم يذهب الحجاج يضعون الشريط، ما أحد يلبي، الشريط يلبي ويا ليته يلبي على السنة، يلبي كالمطربين سواء بسواء، وزادوا الأمر طامة فأدخلوا ما يسمونه بالمؤثرات الصوتية التي هي والله أشد وقعا من الموسيقى. يقولون مؤثرات صوتية ليست موسيقى، الموسيقى هي الصوت الذي يطرب ولو ضرب بمسمار على حصاه، فكيف بهذا البلاء الذي أدخلوه على المسلمين؟ ثم زادوا فأدخلوا أذكارا على طريقة الصوفية، بل أقبح من طريقة الصوفية، لا إله إلا الله ما أدري كيف يقولونها مع المؤثرات الصوتية، غناء خالص. والله ما شرع الله هذا، والله ما أذن الله لنا أن نعبده بهذا، والله لا يجوز لمسلم أن يقتني هذا ولو كان هذا لرجل صالح، ما شرع لنا هذا، ولا يجوز لنا أن نقتني هذه الأشرطة التي فيها هذه الأذكار التي تغنى غناء. وصدت الناس عن السنة، وصدت الناس عن ذكر الله، وأحيت في نفوس الناس بدعا قد أميتت. ينبغي أن يكون الإنسان يلبي، يرفع صوته كما مر معنا، يستشعر معاني التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما أطيبه من كلام وما أعظمه من معنى. فينبغي أن يستشعره الإنسان وأن يحقق توحيده خالصا في حجه وفي حياته كلها. نعم.